السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا، بسعد بيكم في كل وقت وفي كل اوان. يا مرحب يا مرحب ويا اهلا بيني شارك، سعاده غامره دائما بوجودي معاكم دايما. يا رب كل سنه وانتم طيبين، وبالعيد الايام عليكم بالخير دايما بعون الله وباسمه. بكره مباراه مهمه بين الزمالك ودريمز الغاني، اهميتها في ان انت دي المباراه في الذهاب في ارضك، فبحاول تخلص المباراة بأفضل شكل عشان تروح الماتش التاني تبقى مرتاح، تمام؟ فبالتالي الفوز في المباراة دي احنا يعني كجمهور ممكن نبحث عن هدفين على الأقل، تروح تأمن نفسك هناك، تشتغل بطريقة مختلفة، تهدي الملعب، تمشي بطريقتك، فتعدي المباراة وتوصل للنهائي. ومن ثم المباراة دي بتبقى الذهاب بتبقى عندك، فبتحاول تعمل حاجة ومحاولات ان شاء الله تنجح بعون الله وباذنه، تمام. النادي الاهلي النهارده نجح، يعتبر في مساحه النجاح نجح. ليه؟ لانه قدر يمر من مازيمبي، صحيح مفسي هناك وتعادل 0-0، بس انا عاوز اذكر الكل انه نادي مازيمبي في الدور الثمانيه في اولى المباريات كان بيلعب على ارضه برضه مع اتلتيكو الانجولي، فحدث التعادل 0-0 وذهب الى انجولا وفاز 2-1. هل ممكن يعملوا في النادي الاهلي؟ الله اعلم. طبعا خبرات لعيبه النادي الاكبر من اتلتيكو، جمهور النادي الاهلي هيبقى حاضر باجوائه هيبقى اكبر طبعا واقوى. هل مازين بيعرف يتعامل ولا مش عارف يتعامل؟ التعامل مع المباراه نفسها عامل ازاي؟ النادي الاهلي كان ممكن يخطف النهارده هدف او اتنين، لكن ما حدث قد حدث، والموضوع خلاص. النادي الاهلي وجمهوره سعيد بهذه النتيجه، لان الظروف طبعا الناس كلنا عارفين اللي بيحصل في مازيمبي يعني، والمشاكل اللي بتحصل هناك، ومن ثم امر طبيعي ان انت لما تخرج 0-0، خصوصا ان ده امر نادر الحدوث للانديه المصريه، دي حاجه تعتبر مكسب. ايه اللي هيجرى الماتش الجاي؟ يوم الجمعه ان شاء الله هنعرف. طيب ده بالنسبه للنادي الاهلي. اما الزمالك، فالزمالك الحقيقه داخل الماتش ده وهو عنده حسد محسود، محسود حسد كبير قوي، غيابات رهيبه، وايه وغيابات كلها في اعز ما يملك فريق الكوره. احمد فتوح، عمر جابر، احمد سيد زيزو، غيابات الثلاثه دول فارق كتير، مخليه الناس تسأل ايه اللي هيجرى. بس في حاجة مهمة جدا فعلها جوميز خلت الناس وهي بتسأل ما بتسألش بالقلق او بالتوتر، ودي حاجة تحسب لجوزيه جوميز. وطبعا اللي ساعد جوزيه جوميز في هذا الامر هو الفوز على النادي الاهلي، فجمهور الزمالك اعطى له الثقة، نال ثقته. طيب ما يجي الجمهور مش مشكلة ان شاء الله خير، في هدوء وفي حضور 50,000 متفرج ان شاء الله تعالى، هيكون يوم بكره الحد. وعاوز اقول لكم اليوم العوده ان شاء الله هيكون في استاد القاهره بعون الله وباذنه، في النهائي، عوده النهائي ان شاء الله هنا في القاهره، وان شاء الله الزمالك يفوز ونعمل نتيجه جيده وناخد هذه البطوله. والاجواء بتقول لكم افتكروا كويس ان انا اول واحد قلت لكم ان السوبر الافريقي سوف يكون بنسبه لا باس بها ان شاء الله تعالى، يعني 50% على الاقل بين الزمالك والاهلي، وفي الاغلب هتقام في السعوديه. افتكروا الكلام ده بس يعني مع بعض كده، هتقام في شهر 9 ولا حاجه. طيب هنا خلينا نروح نسال ازاي فعلها جوميز ونال الثقه. الثقه دلوقتي بتاعت الجمهور انه مش مشكله، عمر جابر مش هيلعب، الزناري يقدر. الزناري اداء مستوى في الماتش بتاع الاهلي خلى الزمالكاويه يعملوا كليبات باداء والتاكلينج والحاجات بتاعت الزناري، فبقى في ثقه في الزناري خلاص. طب مين اللي هيلعب باك شمال؟ ما هو طب الزناري جربناه، عمر جابر اللي كان بيلعب باك شمال، دلوقتي ما فيش حد باك شمال، مش مشكله الراجل هينجح خلاص، في ثقه. طب مين هيبقى مكان زيزو؟ موتيابا، محمد عاطف، شيكابالا، اللي الراجل عايزه. وده مكسب كبير ناله جوميز، وناقص له امر واحد عشان ينال الايه؟ الطب زي ما بنقول، اللي هو خليه يعمل اللي هو عايزه. وبيقول زيك بعد شويه،
وشويه دي في مايو اللي جاي، اللي هو ايه؟ خليه يعمل اللي هو عايزه، اللي هو ايه اللي هو عايزه؟ انه ياخد الكونفدراليه، بعد ما ياخد الكونفدراليه يعمل اللي هو عايزه. افتكروا الكلام ده. طيب. انا عاوز اقول لكم برضو ميدو امبارح في تصريحاته قال كلام عن رمضان صبحي، والحقيقه انه ميدو انا بالنسبه لي بعتبره يعني جس نبض جبار ورؤيه مختلفه. اما بيتكلم وبيوجه الكلام ده مش لاداره الزمالك، بيوجهه للعيبه وخصوصا رمضان صبحي. ما قال ان رمضان صبحي قال كده، قال ان رمضان صبحي سيكون صفقه مميزه في حاله انضمامه للزمالك، تمام، مقابل مالي مناسب بنهايه الموسم، خاصه انه يخوض الموسم الاخير في عقده مع بيراميدز. حلو. وقال ايه؟ ان انضمام رمضان صبحي سيكون اعاده الحياه للاعب لانه لم يتطور في المواسم الاخيره مع بيراميدز. رمضان صبحي لو جاء الزمالك، واتمنى، هو صحيح مستواه مش لطيف قوي الفتره دي، لكن اتمنى يبقى عنده الرغبه اللي عند ناصر ماهر وعنده الرغبه اللي كانت على عبد الله السعيد انه يجي نادي الزمالك. او انا عارف ان هناك اثر نفسي في الموضوع، انه زوج اخت شريف اكرامي نجم النادي الاهلي وحماه والكابتن الكبير الرائع الجميل اكرامي، كابتن اكرامي، وانا من محبين الكابتن اكرامي ومن عاشقيه، وراجل في قمه الاخلاق والادب والذوق والاحترام، وكمان مطلع ناتج اسمه شريف اكرامي، حاجه في جمال الجمال. ويمكن يبقى ده العامل شويه يخلي اخوكم رمضان بيعيد التفكير او بيفكر كتير. لكن انا وجهه نظري بعد ازمه المنشطات ممكن يبقى بيدور رمضان عن هذا الظهير الجماهيري اللي هو نادي الزمالك. هو ظهير جماهيري لا بأس به، هو قوي جدا وشديد القوة، بس يتأكد ويطمئن من ايه؟ ان رمضان عاوز الزمالك، ورمضان جه الزمالك سيجد ما لم يتوقعه رمضان صبحي، ورمضان يليق على نادي الزمالك زي ما ناصر ماهر لايق على نادي الزمالك، وزي ما اخونا عبد الله السعيد لايق، واعتقد رمضان صبحي هيبقى لايق. يعني احنا بنجمع النادي الاهلي، وايه المشكله؟ ما النادي الاهلي جمع الاسماعيلي 100 يعني ابيض، ده جيل جوميز، جيل جوزيه كان جيل الاسماعيلي اساس. احنا يا عم بنجمع الاهلاويش، اللي زعلان ما يتفرجش، انا اقول له ايه؟ لكن رمضان صبحي لو جه، وكلام ميدو رائع ومميز وفي الصميم، يا رمضان الحياة الرياضية بالنسبة لك ستعود، والنجومية ستكبر أكبر وأكبر، وعندك فرصة إن أنت مش مجدد لسه العقد أو في إطار تجديد العقد، أو ممكن تقنعهم بإنه نوقف ونعطل أو يقبلوا. طبعا ده يفتح الباب إن ذلك يفكر ولا ما يفكرش أساسا في التعاقد مع أخونا رمضان صبحي. طيب، بمناسبة اللعيبة يعني والتعاقدات، أحمد عيد لاعب المصر، طبعا في الأزمة اللي عملها والمشاكل اللي عملها عشان يمشي، واستعجل وإن كان ممكن يمشي بطريقة أفضل، وهو لاعب محترم وبيلعب أداء جيد وكل حاجة، وبعض الوكلاء عرضوه على نادي الزمالك لإعادته، ممكن يتفاوض مع المصري ويبدو إن اللاعب عاوز، إذ ربما، أنا بقول يبدو، طالما الوكلاء عرضوا على الزمالك فيبقى كده هناك امر ما. هل اداره الزمالك هتوافق؟ الحقيقه انه غايه اللحظه اللي بنتكلم فيها دي اداره الزمالك رافضه عوده احمد عيد. رافضه عوده عيد، عاوز احمد محمود في الجونه وهترجعه، وعاوز حسام اشرف في البلديه وهترجعه. ما اعرفش هاني ماجد هاني ايه اللي هيحصل، طارق علاء ايه اللي حمدي علاء اسف هيحصل ايه، لاعب سموحه، اللعيبه الاخرى اللي موجودين في الانديه الثانيه ايه اللي هيجرى فيهم، هل هيمدوا عقود؟ الملف ده هيبقى اكتر في ايد جوميز بقى اللي هيحدد هو عاوز مين من المجموعه دي، خصوصا بقى خط الوسط وحكايه. لكن اخوكم احمد محمود كباك يمين، واخوكم حسام اشرف كمهاجم موجود ان شاء الله يعني الموسم اللي جاي. طيب، وهما مش عاجبهم الموضوع ده، مش عاجبهم ان انت تتكلم على احمد عيد ويرجع احمد عيد وخلاص. بالنسبه لي عاوز اقول لكم يعني ان الموضوع هيبقى صعب ان هو يرجع اللاعب مره تانية للزمالك، ان كان كل شيء جايز بامانه يعني،
ممكن إدارة الزمالك تغير رأيها وتفكر في أمور تانية، وإن كان حتى هذه اللحظة الطرح ده مرفوض. إيه اللي هيجرى خلال الفترة الجاية؟ الله أعلم. استغلال عمر جابر باك يمين ممتاز وعامل أداء وموسم رائع، أحمد محمود راجع، هل أحب إن أحمد عيد يبقى موجود؟ أنا أحب إن في تالت موجود، إن أنا كشادي، لكن في الآخر مش أنا صاحب القرار، أكيد إدارة الزمالك هيكون ليها وجهة نظر. أنا عاوز أقول إنه بالمرة يعني إن ياسر حمد اللاعب الفلسطيني زيه زي زياد كمال بيدور على فرصة وعاوز ياخد فرصة، هل جوميز هيسمح له بهذه الفرصة ولا لن يسمح؟ وهيكون متواجد طبعا في بكرة لأنه قد يحتاجه الزمالك في أي لحظة ويلعب، وطبعا محمد عاطف برضه هيكون متواجد، والاثنين هم يعني محمد عاطف اللي ما لعبش ولا دقيقة مع جوميز، وزياد كمان لعب ماتشين كده دقائق، واخونا ياسر حمد لعب شوط بتاع ابو سليم وبعد كده ما شفناهمش. ايه اللي هيجرى؟ موضوع مهم ان كان هذا الثلاثي يبحث عن الثقه ويبحث عن ان هو ياخد مشاركه ويؤدي فيها، يعني نتمنى ان الموضوع يخلص على خير يعني بشكل سريع. عاوز نتكلم كده سريعا في قضيه الاستاذ عمرو الجناني. استاذ عمرو الجنايني وهو كان رئيس لجنه اداره اتحاد الكره فتره كورونا، وهو اللي كان احد، انا على فكره على المستوى الشخصي هو انسان رائع وجميل، لكن انا بتكلم على ادارته، هو ادار اتحاد الكره بالشكل ما كانش مزعل حد يعني، وهو رغم زملكاويته راح حضر المشهد الشهير في تتويج النادي الاهلي بتاع كورونا، وقعد زي لعيبه الكوره بيقعدوا تحت كده في ناس بتصفوا، هو قعد تحت وابتسم وبتاع في مشهد روح رياضيه ممتازه، خصوصا اللي يعرف عمرو الجنايني انه زملكاوي ومتعصب. بعد مباراه القمه كتب بوست، والبوست ده سمع عوش واو، خصوصا انه رئيس، كان رئيس يعتبر رئيس اتحاد كوره، ويروح يحضر الماتشات وتم تم تينتا، وبعدين كان في كلام ان هو هيترشح انتخابات نادي الزمالك، انتخابات اسف اتحاد الكوره، كل ده عمل بروباجندا شديده قوي، ادى انه يطلع النهارده ما يشبه البيان ملخصه الاعتذار عن ما حدث، اللي هو انا بعمل مع اصحابي، انا بهزر مع اصحابي، طبعا هو كان كتب حاجه ومحمد الجرحي رد عليه، فهو شير للجرحي وشكر وهزروا مع بعض وبتاع عشان يقول ان الموضوع عادي، هو ممكن الموضوع يكون عادي على مستوى الصحاب، لكن على مستوى انه رئيس لجنه سابقه في اتحاد الكوره او رئيس اتحاد ومرشح انه يبقى رئيس اتحاد تاني او يبقى مسؤول في نادي الزمالك ويعمل الاداء ده، هو قال انه اما بابا في المنصب بابا مختلف، ورجعوا وشوفوا واسمعوا واسالوا الناس اللي كانوا معاشريننا كرؤساء اتحادات فتره، رؤساء انديه فتره رئاسته للاتحاد، ولا اعتقد انه ما كانش في حد زعلان منه من رؤساء الانديه يعني، لكن الاداء دوت اداء ما كانش ينفع، هو راجل اعتذر عنه والاهلاويه كانوا زعلوا، هو اعتذر لكل الاصدقاء، وطبعا اذا كانوا فرحانين فالاعتذار يبقى لمين؟ مش كده برضه؟ للاهلاويه، هو اعتذر للاهلاويه، وهتبقى زوبعه في فنجان زي ما بنقول، وعدت ومرت. ما اعرفش الافكار الخاصه بالاستاذ عمرو الجنايني فيما هو قادم من اوقات، رايح فين وجاي منين، لكن على كل حال احنا منتظرين لنرى ماذا سيفعل الاستاذ عمرو الجنايني بعد اعتذاره للاهلاويه. اشوفكم على خير في اللي جاي، ودايما اتشرف بيكم، الى لقاء جديد ان شاء الله.